السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة نشوف ازاي نعمل الشكل دوت اللي ظهر قدامكم. ده شكل المسجد من المساجد اللي موجودة. هنبدأ رسم الشكل بتاعنا بان انا هاجي من الارتكشر واقول له ريفرنس بلان، وابدأ ارسم الريفرنس بلان بالشكل دوت واقول له ايه، وبعد كده اروح لارتكشر واقول له كومبوننت واقول له موديل ان بليس واختار وول. اوكي، طيب بعد كده عايز ان انا اعمله على هيئة سويب. هرسم الشكل اللي انا هبدأ اعمله اهوت. طيب هنظبط اليونت، وليكن مثلا 10 متر. طيب دوت مرسوم هنا يبقى صعب ان انا اتحكم فيه، هنقله لهنا كده واقول له اوكي، وبعد كده هقول له انا عايز ارسم البروفايل بتاعي اهوت. فهبدا ارسم لاين 10 متر واطلع بيه، قول مثلا 10 متر، وبعد كده هبدا ارسم القوس بتاعي اهوت. الغي الاتنين دول واعمل اوفست لدوت، والاوفست واقول له مثلا خلي ده 100 مثلا، خليها 300 مثلا. وبعد كده هبدا ارسم اللاين بتاعي، وهنا برضه ارسم اللاين بتاعي بالشكل دوت واقول له اوكي. اوكي، عمل لي الرسمه بتاعتي بالشكل دوت. خلينا نشوفها في 3 دي اهيت. طيب نرجع بقى الليفل 1. بعد كده ممكن اقول له ان انا عايز اعمل كرييت، واقول له مثلا ارسم حاجه كده مؤقته بس. ماشي اهيت. طيب دلوقتي اقول له انا عايز اعمل كرييت، واقول له ان انا عايز اعمل اكستروشن اهوت، يعني هرسم شكل هنا واقول له ست، واقول له بيك ابلان. هتلاقي ده هنا صعب يتعمل بيك ابلان، فعشان كده انا رسمت الشكل دوت. ادوس تاب عشان اختار من الناحيه دي، واقول له ان انا عايز ارسمها في النورث. فابدا ارسم الشكل بتاعي زي ما انا عايز. هقول له ان انا عايز ارسم حاجه مثلا بالشكل دوت. تمام، لو جينا نقيس من هنا لهنا طلع معايا 8 متر وشوية، فأنا ممكن أقول له أنا عايز أرسم دي مثلا في 5 متر، أو بلاش 5 متر، خليها 4 متر مثلا. تمام، وهرسم خط هنا من النص اهوت. وبعد كده هقول له ارسم لي قوس من هنا لهنا بالشكل دوت، حسي بقى زي مدخل كده. وبعد كده هقول له اوفست خليها 200 مثلا. لاين اهوت. وبعد كده الخطين دول هقول له ميرور. هلغي دوت واقول له ده تريم، ده مع ده اقول له تريم، واقول له اوكي. لسه ما قفلناش اللي تحت، فاقول له اقفل اللي تحت، ودوس تاب عشان اتاكد ان كله مظبوط. تمام اهو، تعال نشوف 3D. هنبدا نديه انبساط بالشكل دوت. دلوقتي عايزين نمسح جزء من الشكل دوت. تمام، فاجي هنا من كرييت واقول له ان انا عايز اعمل فويد اكستروشن، واقول له اختار لي
بيك قبلان، اختار مثلا دوت وهبدأ ارسم عليه، اقول له شو. طيب انا عايز بقى ايه، ابقى عمود على الشكل دوت، فاقول له ست، واقول له بيك قبلان، وهبدأ اختار بقى من هنا ان هرسم على الشكل دوت، واجي ارسم بقى البويد بتاعي. ممكن ارسم مثلا حاجة كده اهو، وبعد كده هقول له ارسم لي القوس بتاعي بالشكل دوت. خلينا نرسمه اعلى شوية، واقول له اوكي، وهاجي هنا واعمل سيلكت عليه، وابدأ اعمل له حاجة بالشكل دوت. وبعد كده هقول له اطرح لي قط ده من ده، فيبدأ الشكل بتاعي يظهر معايا بالشكل دوت. طيب دلوقتي بقى انا هاجي اعمل سيلكت على ده وعلى دوت، وانا في ليفل 1، واقول له ان انا عايز اعمل لدول روتيت بحيث ان هم يكونوا موجودين على الكورنر دوت، فاقول له روتيت، واختار بقى شكل في النص هنا. تمام، يعني لو ينفع نرسم موديل لاين من هنا لهنا، وبعد كده هختار الشكل ده والشكل دوت، واقول لهم روتيت من السنتر. يظهر معايا بالشكل دوت. طيب ممكن اختار ده واختار دوت. تمام، وبعد كده هقول له ان انا عايز اعمل لهم مثلا الري يبقوا موجودين 8 مرات، هقول له الري، واقول له 8، واقول له نوت المركز بتاعتي هنا. تمام، اقول له مثلا ان انا عايز من هنا لهنا، يبدأ يعملهم الـ8 بالشكل دوت. تعال نشوفهم، ظهر معايا بالشكل دوت. انا محتاج اعمل بقى فويد في الاشكال ديت على اساس يبقى فيه زي باب كده يدخل منه. تمام، اعمل سيلكت كده والغي جروبس ده خالص، فلتر، الجروب، ان جروب. عايز اعمل انا فتحه هنا اوبننج، فهروح ل انا اروح ليفل 1 الاول، اقول له ان انا عايز ارسم ريفرنس بلين، ارسم مثلا من هنا لهنا، وادي له اسم، اديله مثلا ايه. وبعد كده هروح لكرييت واقول له ان انا عايز اعمل فويد. تمام، تقدر تغير من فويد لسوليد من هنا. طيب واقول له بقى ان انا عايز اعمل الست بتاعي على الام، اوكي. عايز ارسم في 3D، فاقول له شو ورينا هنرسم فين، فبيوريني اهوت، واقول له ان انا عايز ابدا ارسم لاين، ارسم من هنا لهنا. تمام، واقول له ان انا عايز ارسم القوس بتاعي، بالشكل دوت. تمام، هقول له اوكي، هيبدا يعمل لي الفويد. تمام، هبدا اخد الفويد بتاعي اهوت، وادخل بيه جوه الشكل دوت. تمام، ونقدر نعمل له برضو نلفه في الليفل 1 اهوت. دلوقتي هقول له ان انا عايز اعمل كات، فاختار كات واختار الشكل الكبير واختار الفتحه ديت. تمام، دلوقتي ممكن اعلم على الفتحه نفسها، واخش هنا في مثلا ليفل 1، واقول له ان انا عايز اعمل لها اري او اعمل لها كوبي زي ما انا عايز،
يعني ممكن تقول له انا عايز اعمل روتيت للشكل دوت، تمام اهو من هنا لهنا، تمام. تكتب له بقى الزاوية اللي انت عايز تنقلها، مثلا من هنا لهنا اهوت، هو اوتوماتيك هيعمل الفتحة، يعني مش محتاج ان انت تقول له افتح اوبننج تاني، لا هو اوتوماتيك هيعمل الفتحة بالشكل دوت، وهكذا بقية الاشكال تبدأ تعمل الفتحات اللي فيها. ونلغي دوت ملوش عايزه دلوقتي، و فينيش يظهر له معاك الشكل دوت. طيب بعد كده احنا ممكن نعمل مثلا زي شباك او باب اللي هنا، بحيث طبعا مش هيفضل مفتوح ال 24 ساعه. فانا هاجي هنا مثلا في ليفل 1 وعايز ارسم مثلا في اي واحده فيهم، فاقول له انا عايز ارسم مثلا وليكن مثلا وول، واختار نوعها كرتن وول مثلا، وهقول له الكرتن وول مثلا تبقى الترسم مثلا من هنا لهنا، تمام. واعمل عليها سيلكت واشوفها بقى في ال 3D، اقول له اديت بروفايل، واقول له البروفايل بتاعي الجديد اهوت في ار من هنا لهنا، لاين من هنا لهنا كده، واقول له اوكي. خلاص هو كده اترسم. فتقدر بعد كده ترسم فيه بقى اي حاجه انت عايزها، يعني ممكن تيجي هنا وتبدا ترسم تقاطعات، او تيجي هنا من اركتكشر وتقول له انا عايز احط كيرتن جريد وتعمل كيرتن جريد بالشكل دوت. وبعد ما تعمل الكيرتن جريد ممكن تقول له ملينيون بالشكل دوت اهو، زي ما انت عايز بقى تبدا ترسم الحاجه اللي انت عايزها.